كمان مرة بحييكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم بتابعونا. رح نحكي عن وينتر فوتو فير، هالمعرض يلي رح يحكوا عنه أكثر تفاصيل ضيوفي كلوي خوري وسيرج لهليل. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم. مش الحال من وحي المناسبة، من وحي الشتاء صح الوينتر طالع. أول شيء رح بلش معك كلوي، كم صورة رح تكون موجودة بالمعرض أنت أخذتيهم ومصورتيهم؟ أنا حيكون عندي صورتين. أوكي. أخذتهم موجودين بالمعرض. بس تقول انه انتم 9 مصورين على كل حال موجودين صح. هون وسيرج كمصور انت كمان رح يكون عندك مجموعه من الصور، اربعه مظبوط، اربع صور. طيب اليوم سيرج شو اللي بيميز الصور اللي انت بتاخذها؟ هلا انا بختلف شوي عن الديجيتال، انا بعدني بصور انالوج فوتوغرافي، يعني على الدقه القديمه 35 ملم، يعني بعدني بحط الفيلم بقلب الكاميرا ونعمله ديفلوبمون بالدارك روم. اوكي. سو بيختلف انه بتحكمي انت ب 36 صوره، سو الحلو انه بتحس الصوره بتجي لعندك اكثر ما انت بتروحي لعندها. اوكي. وبتصوري الصوره ان يو موف اون، ما بتضلك نفس المحل عم تعيدي كذا مره الصوره. أوكي. مش مثل الديجيتال، ما حبيتها برجع بعيدها. اوكي. خلص وانس صورتيها يو جو. اها، هيدي فيها على كل حال تكنيك وفيها ريسك. فيها ريسك وفيها كرياتيفيتي، لانه عم بتصوري ما بتعرف كيف حتطلع الصوره. اوكي. سو بتلاقي انه يمكن يطلع شيء حلو معك، يمكن يطلع شيء بشيع، بس انه اتس ريسك عم تاخذيه. على كل حال في مجموعه من الصور بلشنا نشوفها عم تقطع قدامنا على الشاشه. اوكي، خبريني كلوي، شو اللي بيميز تصويرك عن تصويره لسيرج؟ أول شيء هي التكنيك اللي عم بستعملها. أوكي. غير التكنيك تبعت سيرج. مختلفة. شكرا. أوكي. بصور كمان أنالوج، من الصور كمان عندي صورة أنالوج، بس ما بستعمل تكنيك الدبل إكسبوجر. أوكي. أنا بالديجيتال يلي بحب أعمله، يلي بحب بالتصوير بشكل عام، بحب ألعب مع الضوء، وبحب إنه الصور وقت ما تطلع بالصورة ما بنعرف كتير إذا هي صورة أو إذا هي بانتشور أكتر. وما بدي، يعني بحب انه خبر صوره بنفس خبر قصه صار بنفس الوقت، بس وقت شخص بيشوف الصوره ما انه مجبور باللي شايفه قدامه. حلو. انه يقدر يفكر هو شو عم بيشوف، شو هو حاسس، شو هو مشاريع. انه الصوره تكون ريفلكشن من الشخص اللي عم بيطلع فيه. على كل حال الصور عم تقطع على الشاشه. سيرج، الهوايه هي التصوير؟ هلا انا درس، انا أوكي. بالجامعه درست تصوير واخراج. أوكي. يعني بشتغل از مخرج كمان. أوكي. وعندي هوبي كتير كبير للفوتوغرافي، وطورتها لانه عندي حب للفيلم وخاصه هلا بالتكنيك تبعي عم بستعمل شيء اسمه دبل اكسبوجر اون فيلم. يعني عم بصور كانه صورتين فوق بعضهم على نفس الفيلم. لا يعني اذا بشوفوا الصور العالم حيفكروها فوتوشوب. أوكي. بس هي الستريك انا بعملها على الكاميرا، بصور صورتين على نفس الفيلم. انت عم بتحدى حالك صرت. اذا بدك هو تحدي واكثر كرياتيفيتي، لانه بيعطيك مثل احساس هيك نوستالجيك شوي. احساس مثل جوستي افكت كانه للصوره بينعمل. أوكي. بوست اكيد، بس هو لزته انه ينعمل دغري على الفيلم. حلو. حتى معي اكزامبلات فيه فرجيك، حتى يشوف الفرق العالم انه بفكر على التليفون على الفيلم. انت جايب معك جايب الفيلم. اوكي، كيف بدي اشوفها هيدي؟ رح في فرجيكي على التليفون. اوكي. بهالوقت كلوي خبرينا، انت كمان درستيها او انت هوايه اكثر؟ درستها ايه ولا؟ يعني أوكي. وانا استكشفت التصوير بالغلط. اوكي. بس صارت قصه حب، علقتي بهيدا الموضوع كثير. فشت خلق بتعتبريه بالنسبه لك كثير؟ اوكي. بحب، ويلي بحب اكثر شيء كمان بالتصوير هو غير انه في خبر قصه، هي كيف كمان بتعرف على الناس وبرجع بستكشف الاشياء اللي حواليه. مثلا بيروت بنعرفها كلها، بس عبر الكاميرا بلشت شوف انه في محلات دائما بمرق قدامها بس ما كنت شوفها قبل، او حتى ناس في هيدا الشخص. أوكي. اللي دائما قاعد على الكرسي ماني منتبهت له. اوكي. وبتفتح مجال حديث وبنصير بنعرف الناس اكثر عبر الكاميرا. اوكي. حلو هيدا الموضوع، هيك بتقرب الناس من بعضها، بتقرب المسافات. خليني اقول صح. بهالوقت انا شايفتك حامل التليفون. ايه، لانه بدي افرجيه على بده يكون في ضوء ورا النيجاتيف طيبينه. فاذا بتشوفوا هون بنص الصوره. اوكي. في هن اللي هن صور عم بيطلعوا على التي في، هن صورتين فوق بعضهم مصورين. أوكي. على الفيلم. اوكي. عم نشوفها على كل حال هلا على الكاميرا، ما بعرف قد ايه مبينه من الضوء. ما بعرف قد ايه مبينه، بس يعني هون في مثل صورتين هنا شخصيتين فوق بعضهم. اوكي. تنعملوا الصور، يعني ما في شيء ديجيتال ورك، ما في شيء فوتوشوب معمول، هو كله ستريك
بعملها على الكاميرا. هي هيدا يعني هيدا الحلو انه الانسان بيقدر يعطي للمخيله كل الابداع صح. الممكن ليقدر يطلع بهيدي الصور الحلوه. خبروني اكثر عن المعرض، اي متى رح يصير، من اي ساعه لاي ساعه؟ هلا نحن كنا اول شيء بالاوبن كول تبع اوغست، كنا مع 9 ارتست كمان مع 8 او 9 واليوم انتم 9 صح؟ وهلا نحن جت سيلكتد للوينتر فوتو فير مع 9 ارتست كمان. رح ينعرض، بلش العرض من امبارح ب 4 جانيوري ل 24 فبراير من 3 للسبت، من 11 للسبعة. يعني كل هيدي الصور الموجودة الناس رح تقدر تشوفها تنبسط فيها من هلأ لغاية 24 عند ماهر عطار. عند ماهر عطار على كل حال نوجه له تحية ونتمنى له كمان سنة حلوة. بعرف قدي ماهر عم يشتغل كرمال يكون إلى جانب كل الأشخاص يلي يعني حياتهم هي التصوير صح. والكاميرا، وعم يقدر يفتح المجال لكل المواهب الشابة أنه تبدع عنده بالجاليري. فإذا مبارح بلشته ل 24 فبروري من الثلاثة للسبت من الساعة 11 للسبعة. من 11 للسبعة. شكرا لك سير، شكرا لك كلوي، بتمنى لكم كل التوفيق. اهلا وسهلا.